خير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل حته. احب اقول لكم ان انا المذيعه الرابعه هنا النهارده ان شاء الله في نفسنا، وخلينا نشوف ربنا يستر ودوله. نوليا هي المذيعه اللي هتاخد الكرسي الرابع النهارده مع المنافسين. ده بيني وبينكم حط ايدي على قلبي، بس هعمل قدامهم ان انا بطله طبعا، وهنتصر على انتصار. والنهارده هي قررت انها تلعب مع الوحش، ربنا يستر عليها وتكمل الحلقه. ايدي على قلبي مرعوبه بجد. لا وهفاجئهم بكارثه بانتصار الزين. عايزين نختار كرسي. ايدي بادي كومب زبادي. كرسي الزعيمه، كرسي العرش، وربنا يستر. غلط قوي. انت متاكده من اللي انت بتعمليه ده؟ والله انت نبي اخت مار، انت قد الحركه دي؟ والله لا. الشيطان دلوقتي يجي يبلعك. مش عارفه. قد اختيارك بقى، وريني الجدع ده. بيقولوا عليكي جامده وقويه. قوي. الله يرسيك، خلي يوم يعدي. الكرسي ده لو عفى عليه الثمن صاحبته موجود. الزميلة الجديدة. زميلة مش فاهمة، معلش. بوسة. صباح الخير. صباح النور. مين قالك تقعدي هنا؟ النبي يا اختي ما انا عارفة مين اللي قالك. لا شاوريلي بس على اللي قالك اقعدي هنا. اختيار خاطئ خالص. يعني انت ضيفة برضه لسه. انا قلت كرسي العرش. مين لا شاوريلي عليه بس، او شاوريلي عليها. انا مستجدة. احترمة كده يلا، بدل ما تتبهدلي يلا. ايوه بكرامتك. ايوه. واطلبي من ربنا اني ما افتكرهاش واحنا شغالين كمان. اول مره حد يعمل كده، واخر مره حد يعمل كده. بس انا مش حد. برنامج نفسنا، برنامج نفسنا الأكثر انتشارا والأسرع وصولا لكل الناس، برنامج نفسنا، برنامج النساء الأول في مصر والوطن العربي. و كوكب الأرض كله. وطبعا انتوا عارفين برنامج نفسنا دايما بيجدد نفسه أول بأول، وما بيعيشناش حد. انتوا عارفين اول باول في قتلى وجرحى، وفي كرسي تيفال. والحمد لله ما بيزهقش في حاجه. يعني دايما انتوا عارفين على الباب دايما في منافسينات جداد بيلعبوا بره اللاين، بس لما بنلاقي حد كويس بنجيبه ويلعب جوه الملعب ونختبره لغايه ما يفرفر نرميه على الاسعاف ونجيب حد غيره من المنافسينات اللي بيزيدوا يوم ورا يوم. معانا النهارده ضحيه منافسنا جديده، ضيفتنا النهارده ناتاليا. لا يا خرابي، نوتيلا من بدايتها كده. نوليا. نوكيا. الله، عسل قوي يا بنت. عسل قوي. طب يعني ايه نوليا؟ على اساس ان انت عسل. عسل بس، عسل واحد. انا عسل كتير. نوليا يعني ايه؟ تضحكوا على ايه؟ على عسل ولا على حاجه ثانيه؟ عشان برضه تبقى شافت مننا الخير كله، رحبوا بيها يا جماعه. حلقتنا النهاردة حلقة جميلة، حلقة لذيذة، حلقتنا النهاردة بتتكلم عن مفاتيح الرجل. أنا هسيب دلوقتي المايك بعد ما قلت، بعد ما ملعته أنا. هسيب دلوقتي بعد ما قلت إيه اللي هنتكلم فيه، هسيب المايك لمدموزيل بدرية. مدموزيل بدرية تتحدث من كرسيها هذا. هذا الكرسي الذي لا يتغير، هذا الكرسي الذي به مادة مفاتيح الرجل. هذا كرسي، كرسي الملكة، مفاتيح الرجل. معلش في مقدمة.
اهم مفتاح عند الراجل الدلع. احنا كستات يعني انا اسمي بدريه، بدريه ده ما بسمحهوش غير مره في العمر، يا بودي يا بيبو يا دده يا حاجات جميله كده. لكن لما يبقى واحد اسمه عبد اللطيف مانوليا، لا اله الا الله، مثلا ماشي، صحابه بيندهوه باسم العيله اللي هو مانوليا، تعالى يا وادي يا مانوليا، روح يا وادي مانوليا، روح روح جنب اختك مناخولي مانولي بقى، الواد مانولي قاعد جنب مانوليا. فالمساله هنا ان الراجل فعلا محتاج يتدلع. يعني جوزك مثلا لو اسمه مصطفى إيه؟ يبقى نقول له مانوليا بقى ندلعه مانوليا؟ لا مصطفى ده لا، مصطفى انا بعرف ادلعه. مثلا اسمه تامر، تيمو، تيمو، ابصي تيمو دي تخليه يطلع اللي في جيبه ويكتب لك حته الارض ويديك مفتاح الخزنه اللي في البنك. ده ده مين قال لك كده؟ ايوه تيمو. هي لما تقول له يا تيمو لا ما هو الاداء بتقولي تيمو. مش بصي بتبصي بين الرجاله غلط والله. تيمو اهو قولي انت كده تيمو، بصي البق طالع من ده، هو البق ده اللي هيخليه يكتب حته الارض. لا حسب بقى سؤال وذوقه. عندي اديهم اديهم تيمو، احنا نسال تيمو، تيمو انهي بق هنا؟ كله بقى بوز البطه؟ اديهم بقى للاسف ما عنديش بق فمش هعرف اعمل اي بق جميل. بدريه اديهم حته تيمو بقى، يعني وريهم تيمو تتقال ازاي؟ تيمو يا وادي يا جامد. لا وايه مش عارفه اعمله؟ اعملها شمال. فالراجل بيحب يتدلع، مفتاح الراجل غير معدته دي اركنيها على جنب زميله هتقولها، انا بقى بقول لك دلعه، يعني يا قده يا يا تيمو يا يا كركر يا بيبي يا مركر يا حركر يا فانتوس يا حنتوس اي حاجه. اقول بس حاجه في حنتوس؟ حنتوس؟ طب وما انت قلتي منتوس دايما شويه. لا انا قصدي انه في راجل برضه بيتمرع دمه تقيل، لما ادلعه ازاي؟ لما تدلعيه زياده مش كده؟ زي ابنك كده لما تدلعيه. طب هو بقى لو اتمرع انا ناقصه قرف يعني، انا هقعد امرع في ولادي ولا همرع سوري يعني في شحط ولا هعمل ايه بقى؟ همرع في مين ولا في مين؟ فيشوف نفسه عليا. فبرضه يعني لا ما انت تدلعيه لما تبقي عايزه منه حاجه. بعد كده بابا ورده، ما عشان كده يحسوا بابا ورده خلاص خلاص حاجتي بابا ورده. ايوه عشان انا عايزه حاجه تشيمو شيفا، ما هيفهم بعد كده ان انا صاحبه مصلحه. ايوه لا يفهم براحته، مش كلام مش فارق. على فكره رجاله كتير قوي بيبقوا عارفين كويس جدا ان مراتاتهم اصحاب مصلحه وبيبقوا مستمتعين بكده، وهو مستني ان هي تبقى عايزه منه طلب عشان تدلعه. والله طبعا يا عيني مخلوق بدائي. لا هو مخلوق طفولي سطحي الفهم. لا ممكن لا. كمان تقولي له لبسك شيك قوي النهارده. ايه ده الله ده انت حلوه. ايه ده انت محددها تحديد. ده حداد ولا حداد؟ ايه ده حداد؟ هو حداد فعلا يعني حداد. ايه ده لو صاحبك مش هتعمل حل حداد. حتى لو الراجل غماوي، في راجل نكدي كده وغماوي برضه قولي له برضه ادلعه. لا لا نزل شويه يا حبيبي هنقول احنا غلبنا يا بنتي هنقول وتكملة ده احنا جينا هنا لما لما خلاص بتاع الكوالين وبتاع. بصي هو راجل بيبقى قفل فانت تعرفي مفاتيحه. كل راجل له مفاتيح مختلفه. انا عن نفسي غلب غلبي وخلاص قررت ما اعرفش مفاتيح ولا افتح حاجه. مريتي على كام قفل؟ لا ده هو قفل واحد. ايه ده بقى مفتاح واحد لعصلك معاكي وجاي تتكلمي؟ الحضن الجميل راح فين؟ الحضن الجميل لجوزك، الحضن الدافي، حضن الشعبطه ده اللي كنت تتشعبطيله. ها الحضن كده اللي هو كله مشاعر واحاسيس لجوزك راح فين يا حلوه؟ احضني جوزك، دلعي جوزك، شوف بقى الذكريات جوزك. على فكره الراجل عيل بجد، الراجل طفل كبير بجد. لما تدلعيه وتحضنيه وتهشكيه وتبشكيه هيديكي عينيه. على فكره الموضوع سهل جدا وبسيط. يما الحضن الدافي، حضن الشعبطه يا ستات، ركزوا معايا، هو ده احد المفاتيح المهمه. زي مثلا ما بيقولوا البسيله الدلعيله. البسيله وتدلعيله انت كمان؟ ايوه استني خديني معاكي. جايه بقى حركوا على حسين. قولي انت بقى لوحدك. فبيقول لك اغري. بصي اطلعي لايف عشان نعرف ان ما ساعه التحقيق. انا ماليش دعوه ان بيتقال على الترابيزه غلط، عشان لو اي حد عايز يرفع اي قضيه يرفعوها من غيري. هي البنت زي
انا ماليش دعوه. فبيقول لك بقى ان انت لما تلبسي حاجات لطيفه في البيت، يعني بلاش نقول الاسم الثاني، وتلبسي شوف القصيره ام ايمن. طب وانت بقى لما تلبسي وتدلعي وتعملي كاميريرا في البيت، يعني خلاص هو كده هيرضى عليكي؟ طب بذمتك في عز التلج ده، التلج اللي احنا فيه ده، انا بالنسبه لي مثلا الشتاء عباره عن روب وبيجامه، وتحت البيجامه الدفايه، عارفين الدفايات البنطلونات. دفي الاوضه يا نوليا، في ايه؟ هدفي الاوضه ولا هدفي البيت كله ولا دفي الاوضه؟ ما حدش هتلافح لفحه هوا عشان خاطر مين؟ ويجي لي عرق النسا وحاجات في العظم، وبعد كده يروح يبص عليا، وبعد كده يقول لي يا تشاتي خلاص كبرتي، نشوف بقى واحده صغيره كده عندها صحه وعافيه. طب عشان ايه اتلافح في الهوا؟ طب ما اقعد كده بكرامتي اصون نفسي عشان اربي ولادي ويبقى عندي صحه حلوه. قال يعني لما هلبس اللبس ده فهو بقى خلاص هيرضى عني ويبقى جميل وحلو معايا. لا 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 لا، بس كل الكلام ده بتضر. لا، في رجاله، معلش ارجع واقول، في رجاله بيجوا بالدلع وبيجوا بالحضن وبيجوا باللبس، وانا اقول اتطلقت ليه وجايه لنا متطلقه بفرط هدومها. لا، انا الروب بالنسبه لي اساسي في الشتاء والله. الشتا من غير روب ولا كلوك وشراب ما ينفعش. طب يا جماعه احنا هنختلف شكلنا، فخلونا نختلف بس، واحنا بنختلف نطلع نشوف تقرير الخطيب ونرجع تاني. استنونا. مره واحد كبابجي راح فرح نقط طحينه. انت جاي، انت الدولار، انت جايب البرج اللي معايا ده؟ الله، انت جايب البرج ده؟ ماشي يا ابني، انت بتبعد عن ناقصك، مش كفايه طولك؟ دراعي وجعني، معلش قريب وتوقف معايا. يا ريوان دلوقتي انت هتعملي ايه عشان تلفتي نظر واحد انت عايز تلفتي نظره؟ عمري ما فكرت في كده اصلا. يعني انا اتفهم من كده كتير، يعني مثلا بعجب بحد او كده، اللي هو من بعيد كده، مش بقى اللي هو بقى بحبه بقى وبكون عايزاه الفت نظر بقى. براءتها مثلا، يعني في براءه كده ممكن اكتر حاجه سبب لسه موجوده البراءه. او عمرو دياب قال بقى عمرها قصير، فدي كلمه حقيقيه. هتقل قوي بدايه العلاقه كده، كفر جمالها، رقتها، 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 كل حاجه، الحاجه اللي ايه اللي تلفت النظر كده. تفهمني؟ ممكن في الاول ايه يعني اهزر والفت يعني نظره شويه، وبعد كده اتقل بقى عشان ايه اثبت بقى، فاهم؟ تبقي عامله فيها الاول هبله، بعد كده تعملي فيها ايه فاشله، دماغه بقى يقعد بقى يفكر، يفكر فيكي. ازاي هي عندها في صنف الشخصيه كده، عندها ازدواجيه ازاي في المعايير كده؟ ما تقولش كلام مكلكع عشان انا ليه مش فاهمه. لا، اسلوبها مثلا، طريقتها، ايه اللي هيشد البنت فيك؟ اللي انت متخيل كده اللي يشد البنت فيا؟ جمالها ورقتها و يا ابني انت يا ابني فاهم، بتفهم ايه اللي يشد البنت فيك؟ انت يا عبوده، انت انا اسمعني يابا، اسمعتك. بص يا مثلا انا بصراحه يعني من غير ما اشوف نفسي ولا حاجه، يعني الحمد لله، الناس كتير قالت لي ان انا الحمد لله يعني شخصيتي كويسه وطيب وجدع وبتاع، فده ممكن انا شايف ان دي حاجه ممكن تجذبني للبنت، والبنت تجذب لي، فاهم قصدي؟ يعني ميه بسكر على بال ما اخلص البتاع ده، اللقاء ده ميه بسكر على طول عشان بدات اهبط، الاكسجين بدا يخلص. يا لا ولا ان شاء الله ما يخلص، انت كويس، انت كويس. ولا واقع من حد؟ لا، مالكيش دعوه بعبود. عبودي مالكيش دعوه بودي. عبودي بيعبر عن نفسه بسلاسه وبطبيعيه، وقال لك في ستات كتير بتقول عليا ان انا طيب وجدع وشخصيتي كويسه. الولد يعني واضح وصريح، ما بيلفش ويدور. وانا قلت لك قبل كده الرجل مخلوق ايه؟ بدائي، مش متطور. ده بيقول له ايه اللي بيلفت نظر البنت ليك؟ قال له جمالها ورقتها. قالوا لا، قالوا لا، ليك، قال له جمالها ورقتها. لا، قالوا ليك، ففين بقى؟ اطلع لسؤال الجمهور وارجع. استنوني. ايه السلاح السري عشان تكذبي اي راجل ليك؟ ايه هو؟ واحده واحده تجرب. استني انت يا خميره، استني انت خميره، استني انت يا سياره النملكه، استني ابدا كده، قولي يا جديدة. مطلقة حديثا. ماشي، بتعيروني. ما تجريش كده برضه. لا، سيبيني بس. دي مقبلة على مرحلة نجاح وتألق. تاخد بس الصدمات الأولى، اللي هو يا مطلقة يا مطلقة يا مطلقة، وبعد كده بقى تخف. نهدى عليها. تاخد جرعة جامدة. يلا مطلقة. مطلقة. ثلاث مطلقات. وظابط. بحبها.
كانت هتبقى حاجه تانية على فكره. يا رب حصلني. ايوه ايوه ربحهم شايب اربع مطلقات. ربحهم ربحهم. انا شايفه يعني ايه اللي بيجذب الراجل في الست؟ ده السؤال عشان انا بصراحه اتلخبطت بقى من كتر الكلام. او لما بحب اجذب راجل ليا اجذب. طيب الصراحه. نعم الصراحه راح روحي وانت كتاب مفتوح. انت ليه؟ والله العظيم كتاب مفتوح. اعملي كده يا حبيبتي وانت مفيش راجل هيقمر معاكي. الراجل ما بيحبش الصراحه خالص. ليه بقى هنا ده بقى بجد اللي انا عايزه اعرفه. بصي صبعي قولي لصبعي اي حاجه عشان يهدى. ليه؟ ليه؟ نطلع فاصل ونرجع نكمل فقرتنا بتاعت مفاتيح الرب. قوي جبار ما حصلش. الليله دي قايمه عليه. انت مرات مين؟ حسن زعبلة. ما بيقوليش حاجة، ما بيحكيليش حاجة، عشان انتي ما بتعرفيش تنكشيه. قال يعني انتي كده ايه؟ فما تحاوليش بقى ترسمي ده جوزي وحبيبي. عارفين رؤى؟ بتاعت نور الشريف؟ بتاعت أيوة. ابو كمال؟ طبعا. حلو. ورجعنا لكم الفاصل ولسه بنكمل حلقتنا مفاتيح الرجل، ويلا بينا نعرف ايه هي مفاتيح الرجل. الكلام مع مدموزين انتصار. صح المايك هنا صح؟ ايوه اتفضلي حضرتك. الراجل قدامنا ساعه الشغل. بقى نامي شويه. الراجل بيروح الشغل يجي من الشغل مش عارفه ايه في المطبخ يصلحه، ما اعرفش ايه عند النجار يستلمه، يرجع راح الصبح يسجل العيال اللي مش عارفه ايه، راح قدم العيال. فطول الوقت حاسس ان هو ذكي، حاسس ان هو القاضيه، حاسس ان هو هو القضيه فعلا برضه. حاسس ان هو اللي حسم الماتش، حاسس ان هو اسمه على باب الشقه واسمه اللي على وصل النور وعلى وصل الكهرباء وعلى وصل الغاز، وهو اللي اسمه على قسيمه الجواز، وهو اللي اسمه بتاع العربيه، وهو اللي وهم اللي العيال باسمه. فهو حاسس مبهر قوي جبار ما حصلش. الليله دي قايمه عليه. انت مرات مين؟ حسن زعبله. خلاص بقى انا هقول لك كده ببطني والله. قاعده تسكت حسن زعبله. امه بتقول جبت مين؟ حسن زعبله. فحسن زعبله ده حاسس الوقت ان هو نجم النجوم. جايه انت تلعبي في حسن زعبله؟ ده انت تنفخي اكتر في حسن زعبله. عارفين فيلم اللي هو ايه اسمه ايه العار؟ عارفين رؤى؟ بتاعت نور الشريف؟ بتاعت ابو كمال؟ طبعا. ايه الجمال ده؟ كانت نور العسل القشطه الجميله. هو الراجل عايزك في وقت من الاوقات تبقي رؤى اللي هي بتقعد تظبط له الشيشه وتوافق ان اصحابه يجوا البيت. الجو عارفه اللي هي البطايه دي وتخلي بقى ما دي الموضه الرفعه بقى لما خليك انت وانزل انا المي. هو لا بس هو كان راجل جامد يتحب يتعمل له رؤى. مش اي راجل لا يا جماعه انا معترضه على النقطه دي. مش اي راجل يتعمل له رؤى. صح. رؤى دي تتعمل للراجل راجل الراجل اللي بجد ويستاهلها. يعني ده مفتاح بس مش لاي راجل. انا عجبتني قوي. ثواني بس عشان الجمله دي محتاجه دي. ماشي. الخميره تتحدث عن نفسها. احنا عايزين الراجل ده عشان نعمل رؤى دي. في بقى نقطه كمان انك لازم تسمعي الراجل. في ستات كتير بيقولوا ان الراجل ما بيتكلمش وبيجي البيت ساكت ومش عايز يتكلم وما بيقوليش حاجه وما بيحكيليش حاجه عشان انت ما بتعرفيش تنكشيه. انت لازم تعملي الانفستيجيشنز بتاعتك، تعملي البحث الميداني بتاعك وتشوفي هو بيحب يكلم اصحابه في ايه، هو ايه المواضيع اللي بتشده على السوشيال ميديا، هو ايه الحاجات اللي بيحب يتفرج عليها في التلفزيون. تعرفي دماغ جوزك اللي عايش معاكي وعايشه معاه. لما تعرفي دماغه وتعرفي اللي بيهمه واللي بيجذبه هتقدري تنكشيه لانك تفتحي مواضيع نفسه يتكلم فيها. مش مهم تفهمي كل حاجه بيقولها، مش مهم تردي على كل حاجه بيقولها، كفايه ان انت تحسي ان في بينك وبينه قناه وهو يحس ان في بينك وبينه قناه من الحوار. على الاقل هو في حد بيرجع لحد البيت يسمع. حتى لو انا مش عارفه كل حاجه بتحصل في شغله ومش فاهمه تفاصيل شغله، مره على مره لو انصت كويس هفهم وهقدر اشارك. حتى السبورت النفسي انه جاي يحكي لي عن حدث حصل سياسي، فانا كفايه ان انا اسمعه بانصات، ده هيحسسه انه في شريك في البيت. عن ماتش كوره، عن ماتش تنس، عن اي حاجه، عن مشكله واحد صاحبه. لو فتحتي الشانل دي مع جوزك عمرك في حياتك ما هتشتكي من ان انت في بينكم خرس زوجي، وهتفضل ده حاجه سبيشال بينك وبينه، وهيفضل مفتاح في ايدك دايما يخلي العلاقه قويه.
طبعا طبعا زي ما بيقولوا كده ان اهم مفتاح عند الرجل بطنه معدته، يعني تعملي له الاكلات الجميله، المحاشي، ورق العنب بقى ومحشي كرنب وبتنجان وفلفل وكوسه بالبشاميل ومكرونه بالبشاميل. بيقولوا يعني ان الحاجات دي او الاكلات اللي بيحبها الراجل عموما جوزك، شوفي هو بيحب ياكل ايه اعمليها له، وخصوصا بقى بالذات لما تعمليها له وتروحي له بيها الشغل. قال يعني كده فاجئتيه. فهي الحقيقه هو سلاح ذو حدين. فاجئتي وطبتي عليه. برافو عليك، شفتي انت فهماني ازاي؟ جدا. عشان لو في واحده برضو منمره عليه فهي تشوفك قلبها مهتمه وجايله له بقى بالمكرونه بشاميل وما اعرفش ايه، قال يعني انت كده ايه؟ فما تحاوليش بقى ترسمي ده جوزي وحبيبي وبتاعي وبتاعي. فدي حركه، وفي نفس الوقت هو لما هيشوف كده هينبسط. يعني لو الله يا حبيبتي انا كنت لسه سايب في البيت جيتيلي. لا بصي يا رانيا، انا بتهيألي لما قالوا ان طريق الراجل لقلبه معدته، الراجل بيشوف ان الست لما بتطبخ له بتعمل له حاجه حلوه، مش فكره الاكل بس، فكره انها بتهتم بيه. جزء من التعبير عن الحب من الراجل بيستوعبه هو ان انا اقف في المطبخ واعمل له الاكل اللي هو بيحبه ويطلع طعمه حلو. لا ما انت لو ما عملتيش الاكل هتطلعي وتغوري في 60 دقيقه. لا على فكره في، طب والله العظيم في رجاله ما بتعملش على فكره اكل ورجالتها شايلينها على راسها. لا في ستات ما بتطبخش خالص، ما بتخشش المطبخ، وعندهم الناس اللي بيعمل بيها ايه بقى لما ما بتطبخش. لا ده هو بقى اتعود على كده وبقت بالتبريئه ومش طبخه. لا مش طبخه بالتبريئه، لا تروح عند بس أمها. مش هو ده. لا ما بتروحش. امال بتعملي ايه في البيت؟ لا ده اللي بتطبخ بقى جايبه اللي بتروح. امال جايبه يبقى الراجل ده مفتاحه الشبشب ابو ورده. اول بتدي له بالشبشب ابو ورده، فبالتالي ماشي يا حبيبتي. يا جماعه دليفري مع احترامي والله العظيم لكل الستات، بس انا باخد بالي الست الوحشه هي اللي ماشيه الراجل على العجين ما يلخبطوش، والست اللي ما بتطبخش برضه. انا ما بحرضش حد والله، بس انا بقول اللي شفته. يعني حرام اشوف حاجه واقول عكسها. الراجل هو اللي بالزغره. الزغره؟ هي بتشغل له. الله. فين ماشيه؟ هي الزغره. مش راجل اساسا لما يبقى متجوز واحده ما بتطبخلوش، امال هو بيعمل بيها ايه؟ من ضمن مقومات الزوجه. ما احنا ما اتخلقناش برضه يا انتصار عشان نطبخ بس. لا ما انت من ضمن مقومات الزوجه انك تطعمي اللي قاعدين معاكي في البيت، عيالك وجوزك. امال هو اللي يجي يطبخ؟ طب ما انا بطعم ولادي، ولادي بيقولوا لي ميرسي يا مامي وميرسي يا حبيبتي. والراجل بيقول ميرسي على فكرة. يقول مره ميرسي ومن وراكي. اصل ده جزء من مسؤولياتك، زي ما هو جزء من مسؤوليته انه يصرف على البيت. يعني احنا ليه هنحمله جميله او نحملك جميله ان انت بتعملي مهامك وهو بيعمل مهامه؟ بالعكس ما تطبخي حاجه الراجل بيحبها بقاله مده ما بتعملهاش. الا اذا بقى هي حماره في الطبيخ وما بتعرفش تطبخ وحاولت كتير تطبخ وما عرفتش، فلا ممكن ما تدخليش المطبخ. طب يتغاضى عن البند ده في سبيل ان الدنيا تمشي. حرام ده لما بيتجوزوا يا بدريه في الاول يقعدوا يتصلوا بمامتهم، قولي لي احط ايه على ايه؟ طب اعمل ايه مع ايه؟ طب قولي طب وحرقت مش عارف ايه؟ طب وهي الملوخيه الطشه بتاعتها ازاي؟ بس في ستات مش عايزه تتعلم وفاشله فعلا، حاولت ولقيت انها كارثه. ما عند الداتا دي مش نازله في مخها. لا بس هو نفس. اما طبعا ما عشان يعني الشهقه دي والبتاعه دي دي انا عارف انها الملوخيه دي خالص. لا والله بيعملوا وبعدين يحطوا بيعملوا كده خالص بس يقول ايه هي دي بقى اللي هتسحب الراجل برضه. اللي يدوقك ما يسليكي وحلاوه نفسي فيك يا واد يا واد. لا استني بس انت كده وانا. مين اكتر واحده نفسنت عليا؟ لا هما اتنين، انتصار وبدرية. المذيعات اللي بيجوا نفسنا بنجربهم لحد ما نشوف حد كده يعرف يجيد نفسنا فهم يستمروا، يعني هم اللي بنفسهم بيحفروا مكانهم في البرنامج. نطلع نشوف تقرير علاء ونرجع استنوه. النهارده والله حلقتنا بنتكلم عن ازاي تجذب الراجل ناحيتك. في طرق كتير. والنبي قولي لي طريقه واحده. تبقى معديه مثلا من جنبه تقوم ضحكه مثلا صوت عالي. يقوم باصص لها. اللي هي وعارفه البنات اللي هي ايوه. انت منهم ولا بتضحكي؟ لا عادي يعني. خرفان. لا ايه بقى النوع التاني اللي برضه بيعرف يجذب الرجاله ناحيته؟ في طرق كده ليها تعرف تشد انتباهه، يعني تلفت نظره كده. ملولوه كده. مثلا ايه؟ تعمل نفسها مثقفه لو هو مثقف. قريت كتاب كذا مثلا مع عبد الحميد دسي. ايوه هي دي. ايوه الحاجات دي. فهي تلاقيه مثلا الواد بنضاره وبتاع مش عارفه ايه وبيدرس في كليه العلوم. لو مش بنضاره بقى تبدا معاه في سكه ثانيه خالص. سكه ثانيه. يعني هي بتحاول تشوف دماغه ايه وتحاول تعمل زيه، صح؟ يلا نمثله. ماشي. انا وانت قاعدين في الكافيه وانا في ترابيزه
وانتي في ترابيزه وانتي بصي هتموتي عايزاني عايزاني بنت هتعرف وانا قاعد اهو في ترابيزه وايه وانتي بقى ايه تقلان عليا يعني تقلان بقى مش جايه معايا مثلا في بنات مثلا يقولوا عليك ايه معاك شاحن معلش اصل موبايلي فصل محل مليان بني ادمين طبعا ما لقيتش اللي هو هو وشه مكتوب عليه سامسونج تقريبا او ايفون يعني اي حاجه من الاثنين لو سمحت معاك كابل شاحن لو ما معاكش معاك برضه لو عايز نجي معاك نجيبه برضه مش مشكله يعني مش هنساوي في مثلا في واحده مثلا تبقى كده تقعد تلعب لك في شعرها شويه وتبص لك شويتين تعمل لك بص تسبل لك كده من بعيد لبعيد فتلفت نظرك دي مدلوقه جامد يعني دي مدلوقه قوي يعني انت شايفه ان دي حاجه غلط ان البنت هي اللي تعجب براجل فتجذبه ليها مش تجذبه بحاجه غلط تجذبه ان هو يلتفت ليها ولا لازم خلاص عرف ان الراجل هو لازم يروح يكلم البنت لا هي ممكن عادي تكون معجبه بيه بس يعني بس ما تتبجحش انها تلفت نظر هي ممكن يعني تجذبه بس باسلوب كده يعني محضره شويه يعني مش ما تبقاش رخيصه ورجعنا لكم بالتقرير وسلسله المفاتيح في ايدك اختاري اي مفتاح يناسب الراجل اللي معاكي اديناكي راي الخميره والنوله والفلة والتوتة ودي آراء بس سلسلة المفاتيح كلها في إيدك اختاري أي مفتاح وتعاملي مع هذا المخلوق البدائي أنت مخلوق 3G متطور 4G فمش هتغلبي أبدا في هذا المخلوق البدائي أحادي الخلية ومعاكي سلسلة مفاتيحك وانطلقي وبكده تكون انتهت فقرتنا بتاعة سلسلة مفاتيح الرجل ويلا بينا نطلع فاصل ونرجع لفقرة الضيف اللي أنا بحبها جدا جدا ضيفنا النهاردة شاب ممثل فنان درس تمثيل لما البداية تبقى ذهاب وعودة مع النجم أحمد السقا دي ما تخضكش كده في الأول وخصوصا إنها بداية أنت زي كل الشباب الطائش اللي بيتجه للتمثيل نفسه يبقى بطل تاني يوم نفسه فجأة يبقى براد بيت وجينا قعدنا مع الضيف وضيفنا النهارده شاب ممثل فنان درس تمثيل متخرج من كليه اعلام وهي كليه مهمه جدا 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 من اول ما بدا وهو بجد عايز يعمل حاجه مختلفه وعايز يثبت للجمهور قد ايه هو موهوب وقد ايه عنده طموح كبير معانا النهارده الفنان الشاب كريم عبد الخالق مساء الخير انا هبقى النهارده ضيف معاكم في برنامج نفسنا كريم عبد الخالق برنامج نفسنا برنامج بحبه جدا وهو برنامج لطيف جدا وبحبه من البرامج اللي انا بحب اتفرج عليها وطبعا المذيعات اللي فيه بموت فيهم كلهم وربنا يجعلنا خفاف عليهم كده ان شاء الله وهم برضو يبقوا هادين عليا نفسنة الرجاله ممكن تنتهي في وقتها يعني هي وقتيه لكن الستات ممكن يقطعوا بعض سنين يعني بسبب ان هم منافسين على بعض يعني. بحب في عادة الستات ان انا اهزر واضحك وتبقى قاعده لطيفه يعني كلها هزار وضحك مش اكتر اهلا بيك قولي بقى انت من اول يوم وانت عايز تمثل عشان كده دخلت كليه اعلام ولا انت قررت ان انت تبقى جزء من وسط الفن لا انا اصلا من زمان يعني من وانا حتى في فتره اعدادي وثانوي كنت انا بعمل فيديوهات مع اصحابي وكنت دايما بحب دايما ابقى قدام الكاميرا يعني فما كانش في حد موجه ان انا اخش معهد او اخش كليه فانا قلت ممكن اخش الاعلام حتى لو ما اشتغلتش في التمثيل ممكن ابقى في الحته دي يعني اي حاجه ليها علاقه بالمجال ده بالفن بالكاميرا انا كنت حابب ده جدا لحد ما دخلت بقى عملت مشاريع تخرج مع اصحابي لقيت نفسي بحب الموضوع ده جدا اشتغلت على نفسي ورش تمثيل كتير جدا واشتغلت كليبات واعلانات يعني بهدلت في الاول طب ولما يبقى بداياتك اول حاجه ذهاب وعوده مع الفنان احمد السقا كان شارع عبد العزيز اول حاجه شارع عبد العزيز بس البدايه الحقيقيه عادي يعني ما غلطتيش يعني في توم كروز يعني على مغني لما البدايه تبقى ذهاب وعوده مع النجم احمد السقا دي ما تخضكش كده في الاول وخصوصا انها بدايه هو لا تخض طبعا انا كنت اصلا كان اول ما جالي المسلسل كنت هعمل اول حاجه ليا في المسلسل كنت هعمل 9 مشاهد كلهم مع استاذ احمد السقا فساعتها انا اتخطفت يعني وبعدين حصل كام حاجه فمشيت من المسلسل خالص يعني بعد ما مضيت وبعد ما خلصت كل حاجه مشيت
رجعت تاني بعد ما في حد صور كم مشهد من المسلسل برضو في دور تاني واعتذر فجابوني. فسبحان الله عملت 7 حلقات او 8 حلقات بعد ما كنت عامل حلقة واحدة فيها 9 مشاهد عملت نصيب الحمد لله يعني نصيب. ده احسن بكتير الحمد لله. ممكن ما كنتش قابلته في الـ في الـ في الحلقات بتاعتي بس كفايه ان انا كنت شغال معاه يعني في المسلسل طبعا. كفايه ان انا مع استاذ احمد السقا اسم كبير يعني. انت زي كل الشباب الطائش اللي بيتجه للتمثيل نفسه يبقى بطل تاني يوم نفسه فجاه يبقى براد بيت عايز بطوله مطلقه ولا عادي لو ما جاتش من اول طلعه؟ لا عايز اكيد يعني اكيد عايز يعني شباب طائش طائش جدا بس انت شايف ان انت مؤهل؟ لا مش دلوقتي يعني اكيد مش دلوقتي يعني دلوقتي الواحد يعني وممكن يبقى الواحد دلوقتي ماشي خطوات بطيئه شويه بس محسوبه يعني بعمل حاجه مؤثره او محسوبه وده ان شاء الله يأهل بقى بعد كده يعني كل التاخير كله بيبقى في الاخر بيبقى في حاجه كبيره ان شاء الله يعني ربنا بيكرم يعني. احكي لنا بقى وصلت ازاي ان انت تعمل ده؟ انا دخلت المعهد من اول ما دخلت المسلسل بتاع الاب الروحي. ازاي؟ رحت قدمت في المعهد عادي كان تبع الشركة يعني شركة فنون مصر هي السبب ان احنا كل المجموعة بتاعت الابطال ان هم لازم يبقوا مؤهلين ان هم يقفوا يعني قدام كاميرا, كاميرا احنا حابين نقول ده للشباب فعلا على رأي انتصار الطايش اللي هم مفكرين التمثيل سهل يعني اهو خريج اعلام ومع ذلك دخل المعهد بالزبط. عشان هو حابب يبقى ممثل حتى لو عنده الموهبه في حاجه اسمها المعهد بالزبط. تثقل بيها موهبتك وتحصل على العضويه صديقي لا مش تحصل تحصل على العضويه والله كنت منفعله معاكي ومصدقاكي لا ما انا عايزهم هم اللي يصدقوني يا جماعه في حاجه اسمها نقابة يعني هو دلوقتي هيبقى معاه شهادتين مؤهل عالي وبدأ بحلقة و7 حلقات وعماله يكافح ونفسه يعمل بطولة مطلقة وبيحاول وبيشتغل وبيعمل فيديوهات مع أصحابه من هو صغير ومكمل ولو حد قال له درس حاجة تانية هيدرس لا دول ودخل ورش قالوه عايزين نمثل طب انت مؤهلك ايه واحد. انا مش بس انا شايف نفسي موهوب ايه رأيك موهوب اهم حاجة اللي موهوب وتقولي له ايه رأيك يا حبيبي في ورشة هتفتح كمان كام يوم وبسعر رمزي روح اسالي نفسك فيها لا انا عايز دور حضرتك فاهمه غلط طب مفيش ادوار دلوقتي الموسم ما فتحش حاول تروح المسرح الفلاني بيعملوا بروفات لمده 2 شهر كده ممكن يدوك دور والمسرح بيتقل الممثل يعني حتى المخرج هيدربك كويس لا مسرح ما بحبش اشتغل مسرح عايز شهر هو انا عايز دراما انا عايز تلفزيون اطلع في التلفزيون كده في كذا قناه انا اشتغلت على فكره مسرح فتره برضو كانت اول مره اشتغل مسرح عملت دور كده كان في مسرحيه يعني واحد صعيدي بواب صعيدي بيعمل راب وكده مش فاكر حاجه من الراب الصعيدي ده تعملها لنا عايزين نبين الجانب الكوميدي فيك يعني بلاش التستيفه اللي انت مستفها لنفسك وعامل حداد لدهنك وضرب القطيفه ورينا المنديل عشان اليق بس ومنديل ستاني ربنا اطول وقتي خالص ربنا يخليك ادينا بقى ماشي زعبله يلا زعبله ماشي هو كان اسمه اصلا في المسرحيه كان اسمه طلوشي طلوشي كان المفروض ان هو ما بيعملش اي حاجه هو بواب ما بيعملش اي حاجه فكان بيقول بدايه الاغنيه يعني بتبدا ازاي اس 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 اسمع مني الاول عشان انا ما بحورش طلبات ما بجيبش مشاوير ما بروحش حد هيرجع بعد الساعه 12 ما بفتحش بيقول طلبات ما بجيبش بيقول مشاوير ما بروح حد هيرجع بعد الساعه 12 ما بفتح وكمان السلم ما بمسحش تبعت سجاده انا ما بغسلش واحدة هتطلع لعزاب تيجي سكة معايا وما تحورش طلبات ما بجيبش مشاوير في حد بيرد طبعا ورايا حد هيرجع بعد الساعة 12 ما بفتحش بس بقفل الأغنية مسرحية ده انت بواب عايز ضرب النار كنت تنك قوي صحيح طب مفتاحك ايه بقى؟ سوري انت مفتاحي؟ مفتاحي بالنسبة لايه؟ كل راجل له مفتاح الست تعرف تدخل انت بقى مفتاحك ايه؟ الاهتمام والله ما انا احب اللي يهتم جدا بيا فعلا؟ اناني شكلك جدا والمدام بتعمل ده؟ المدام بتعمل ده؟ ما بلاش نتكلم في لا احنا عايزين يعني عايزين يعني نحسن العلاقه ونخلي الامور احنا جايين نهدي النفوس سيبيها لله مش كده؟
واضح انه مش راضي عنك. ظبطي امورك، ظبطي امورك بعد الحلقه، ظبطي امورك. طيب احنا دلوقتي هنطلع فاصل، نطلع فاصل ونرجع تاني ونتكلم على كل حاجه وعلى المفاتيح والاقفال وكل الكلام. اوكي. اكتر حد نفسك تمثل معاه غير كريم عبد العزيز؟ كريم عبد العزيز. اتنصب عليك في فلوس قبل كده؟ اوه الله، هو حلوه الاجابه. طيب يعني حلوه دي، ما بحبهاش خالص. لا لا بموت فيها دي. دي استاذه نوريا ما فيش اي ما اعرفكيش. جبتي نفسك الكلام. مين اكتر حد نفسك تمثل معاه غير كريم عبد العزيز؟ كريم عبد العزيز. لا في كتير، في اسر ياسين، في يوسف الشريف، في ياسر جلال. طبعا برمي برضو عشان المسلسل بتاعه جديد، فانا ممكن خلاص 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 سمعوك فهمنا سكتك. سمعوك سمعوك خلصوا كاستنج. تمام. لسه 10 حلقات بس، لسه في 10، لسه في 10 حلقات. يمكن شخصيات تظهر جديده. ده بالنسبه للاستاذ يحيى الفخراني طبعا، نسيت اتكلم عنه برضو لانه هو من الناس اللي نفسها. لا شوف بس مين في فنون مصر ماضي وظبط معاه، مش عارف مين تاني والله. اقول لك انا اخر حاجه كان الاستاذ ياسر جلال. قولي لي. طيب قولي لي اصل ريمون حبيبي. اقول لك انا قولي. ده بالنسبه للرجاله مثلا. الـ الستات بقى بدريه طلبه. لا سيبني دلوقتي على جنب، ما هي خلاص هتبص في امرك، هتنظر في طلبك. انا بحب استاذ انتصار جدا يعني. انا بقول لك ومش عارفه ايه، وانت بتقول انت راسي يا خميره. هقول لك وانا اسمعي يا اسمعي ايه دي؟ هو انا اسمك الاول عايزه ايه تاني؟ ده انت بنت صحيحه غلاويه. انت اتعرضت ساعتها. بحب استاذ انتصار جدا. سمعنا. مع انها ما اعرفش قفش عليا ليه من ساعه ما. لا هي دي شخصيتها الحقيقيه. طبعا استاذه هدي ما بحبهاش خالص. لا بموت فيها دي. دي واستاذه نوريا ما فيش اي. انا ما اعرفكيش. جبتي نفسك الكلام. طبعا لا حول ولا قوه الا بالله. مش هقدر اتكلم. انت انا كفايه انا قاعد جنبكم والله. يا رب. طب ما تخش جوه شويه. حاضر. ينفع بس نسكن الترابيزه كلها. تعالي اقعد شوفي كده. ولد سالم جدا وتحب تجامل الكل ولطيف. لا والله لا والله. يبقى كنت تقول انتصار بس والاخرين لا. طب تيجي نلعب؟ نلعب. نتشقلب حتى عادي. كريم. اتفضلي. وقعت قبل كده وانت نازل من على السلم؟ جاوب من غير او لا. كتير. اتزحلقت قبل كده وانت خارج من البيسين؟ كتير. على ظهرك ولا على وشك ولا خبطت راسك؟ لا اتخبطت في راسي. اتخبطت في راسي. بس بص بقى، عايزينك تجاوب من غير ولا لا. اوكي. انا كنت بجربك بس. تمام. ما هو قال لا ولا لا. ما قلتش ولا لا اصلا. برافو عليك. بس اللي جاي بقى هيحاولوا. اللي جاي هقول بقى. برافو عليك. اغلط اغلط بعد كده. اوكي. بتعمل صوت وانت بتاكل؟ لا انت هتقعد بقى تفكر؟ هريح شويه. ساعات. حد طردك قبل كده؟ كتير. فعلا. اتنصب عليك في فلوس قبل كده؟ اوه الله، هو حلوه الاجابه. خبيط يعني. حلوه. لطخ لما اخسر. انت اهلاوي؟ انت اهلاوي؟ زملكاوي. طب ليه مش زملكاوي؟ ليه مش زملكاوي؟ هو زملكاوي. ايوه عايز اخلطه. عايز اجرجره. ومبسوط انت زملكاوي؟ سوري. طبعا والله. مرتك قلبتك في فلوس قبل كده؟ ما حصلش. يبقى يلا يا دنيا. طيب لازم تنزل من بيتك شارب قهوتك؟ اكيد. ما اقدرش اسال السؤال. بتاخد وقت عشان تفوق منه؟ مش كتير. بتحب الفلوس؟ جدا. الفلوس بتحبك؟ برافو عليك انك بتقول الصراحه. يا ريت. يا ريت الفلوس تحبني. انا عايزه تحبني. عملت مخالفه مرور قبل كده؟ كتير. ابوك ضربك قبل كده؟ كتير. وانا صغير كتير. ادي كنت لا ما قلتش لا. انا رديت عايز اقول لك على حاجه. انا قلت لا كمان. قلت لك لا ما قلتش برافو. انت صوتك مزدوجه.
كريم نورتنا جدا جدا جدا، نورت برنامج نفسنا، ويا رب اللي جاي يكون احسن ونجاح ونجاح ان شاء الله. يا رب انا كنت مبسوطه انا معاكم جدا بصراحه. احنا كنا مبسوطين كنا عاديين. استنى الشباب اللي هيجي كده لغايه ما نضيف يبقى يلا هيجي على الف خير. اوعى تراش، اوعى ترتش، اوعى تجامل، اوعى يا بت تضحكي ضحكه للمدير. ايه اجيبك بصي من عنفقه رقبتي كتبحي. لا العنفقه بتاعت الرقبه وحياتك لحد دلوقتي ما. الحل بتاعي بيقول ان انت تقرف اصحابك، ان انت طول الوقت تشتكي لاصحابك، ان انت طول الوقت تصدر لاصحابك الطاقه السلبيه، ان انت طول الوقت تعبر عن مشاكلك لاصحابك لغايه ما يزهقوا منك ويكفروا منك ويبداوا يخرجوا وما يقولولكش، وتبقى لوحدك وحيد وعايش لوحدك في مشكلتك اللي مش لاقي حد تعبر له عنها. لو قلبي بينسى حبه انسى الحياة معاه. يا زماني والامان. يا اللي مالكش تاني. ويا حب الاولاني. يلا في طلاق. وانا مثلا انا اللي غلطانه، لكن انا برمي كل قله الادب بتاعتي على كده. انت اللي غلطانه يا مدريه، انت اللي عملتي كده. خدوهم بالصوت ليغلبوه. ايوه شفتي بقى السبابه. حياتي دنيتي عمري بامر الحب مش امري. بحبك حب محدش قبلنا عرفه ولا صدفه. بحبك حب ومش قادر على وصفه. وانا شايف مبدئيا البرنامج حلو جدا وانا بحبه، وبسطت جدا بالحلقه النهارده، وكانوا الحمد لله كانوا لطاف جدا معايا وخفاف يعني، ومتهيألي ما حصلش نفسنا كتير في القعده يعني اللي احنا قعدناها.